تتكرر الآن في 2017. مبروك لنادي الجزيرة الانتصار والصدارة والوصول إلى النقطة رقم 35. هارد لك لنادي الوحدة البقاء عند نفس الرصيد. إلى نلقاكم في لقاءات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي محمد الشامسي، أترككم مع اللقطات الرائعة لجماهير الفريقين بعد نهاية هذه المباراة. الكلمة تعود لزميلي طارق الحمادي. طارق تفضل الكلمة.